Welcome my dear lovely students. اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم عن ليسون 8 في يونت 1. ليسون 8 في يونت 1 بيتكلم على حاجه اسمها dividing by 10,000. dividing by 10,000 بيحرك الديسيمال بوينت، بيحرك الديسيمال بوينت ناحيه الشمال 1 ستيب. يبقى لو انا عندي ديسيمال بوينت بعملها ديفايدد 10 بنحرك الديسيمال بوينت 1 ستيب، ديفايدد 100 بنحركها 2 ستيبس، ديفايدد 1000 بنحركها 3 ستيبس. درس بسيط بس لازم نبقى عارفين فيه برضو حاجه، معلومه كنا خدناها في السنين اللي فاتت، ان انا ازاي اعرف احول من كيلومتر لمتر. طبعا بنعمل تايم 1000، اي حاجه فيها كيلومتر تايم 1000، وبعد كده من متر لديسيمتر تايم 10، ومن ديسيمتر لسنتيمتر تايم 10، ومن سنتيمتر لمليمتر تايم 10. طبعا العكس عشان الدرس بتاعنا، لو انا عايز امشي بالعكس من صغير لكبير هبتدي اعمل ديفيجن، يعني من سنتيمتر من مليمتر لسنتيمتر ديفايد 10، من سنتيمتر لديسيمتر هيبقى ديفايد 10، من ديسيمتر لمتر ديفايد 10، من متر لكيلومتر ديفايد 1000. دي بالنسبه لليونتس بتاعه اللينس. طب في عندي يونتس ثانيه؟ عندي يونتس الويت. في عندنا حاجه اسمها التون، لو انا عايز احوله لكيلوجرام بعمل تايم 1000، لو عايز احوله لجرام بعمل ديفايدد تايم 1000 تاني، لكن لو انا عايز احول من جرام لكيلوجرام بعمل ديفايدد 1000، لو عايز احول من كيلوجرام لتون بعمل ديفايدد 1000. فطبعا اي حاجه عكسيه من يونت صغيره ليونت كبيره بنعمل ايه؟ ديفايد. وطبعا في عندنا ال اي او الباوند، لو حبيت احوله لبياستر بعمل تايمز ايه؟ 100. طب لو العكس من بياستر لال اي بعمل ديفايدد 100. لازم الايه التحويلات دي تكون حاضره في دماغنا واحنا شغالين الدرس ده، لان اهم حاجه في الدرس ده ان انا اعرف التحويلات دي. ونبتدي طبعا نشوف في شيت مهم جدا موجود اسفل الفيديو، ندوس عليها يدخلنا على موقع قناه سكولا، نحمل منه الشيت ده عشان نبتدي نحل. واي فيديو من الدروس اللي فاتت عايزين نشوفه مره ثانيه، نخش على قائمه التشغيل بتاعه قناه سكولا على اليوتيوب، ونطلع طبعا جريد 5 مستر ايهاب مكاري، نطلع اي درس احنا عايزينه ونبتدي نشغله معانا. كل الدروس موجوده ومترتبه ومتنظمه، اي درس فاتني اقدر اشوفه. نفس الفيديو ده لو في حاجه مش فاهمها قوي او مش واضحه، انا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اوقف الفيديو واعيد شرحها مره تاني. وعايز تبقى شاطر اكتر اعمل ايه؟ حل الحاجه بايديك، يعني وقف الفيديو وحل الاكسرسايز مره تاني بايديك. ونبتدي نشوف مع بعض الدرس. يلا كده نشوف مع بعض الدرس مع بعض. لو عملت ديفايدنج على ارقام محدده نمبرز معينه اللي هي 10 وال100 والايه وال1000، لما بعمل ديفايدنج على النمبرز دي انا بتحرك ناحيه الشمال، يبقى وي ويل موف تو ذا وي ويل موف ذا ديسيمال بوينت تو ذا ليفت از. لو انا بعمل ديفايدنج 10 يبقى انا همشي ناحيه الشمال 1 ستيب، لو انا هعمل ديفايدنج 100 يبقى انا همشي ناحيه الشمال 2 ستيبس، لو انا هعمل ديفايدنج 1000 يبقى انا همشي ناحيه الشمال 3 ستيبس. طيب كلام جميل، تعالوا كده زي ما اتعودنا نشوف اكسرسايز. دايما الماث لما بتبقى فيها اكسرسايز بتبان اكتر. طيب نشوف كده هنا النمبر الجميل ده 32.57 ديفايدد 10. فين الديسيمال بوينت بتاعتنا؟ اهي زي ما احنا شايفين ده مكانها اهو، ديفايدد 10 يبقى انا هحركها ها تو ذا ليفت ولا تو ذا رايت؟ تو ذا ليفت. هاو ماني ستيب؟ اونلي 1 ستيب. زي ما احنا شايفين كده هي هتتحرك ايه؟ only one step. طيب لما تتحرك one step بدل ما هي موجوده هنا هتروح ايه؟ جايه هنا، شايفين اهو. يبقى الريزلت هتبقى كام؟ 3.257. اوكي ليتس تيك انذر وان. طبعا .94 divided 100. اوكي يبقى احنا هنحرك الديسيمال بوينت هنا هاو ماني ستيبس؟ ها 1 اند 2. هتيجي هنا هتبقى الريزلت 0.9574. ليتس تيك انذر 63.39 divided 1000. طيب 63 دي في الماث معناها ايه؟ لما اجي اكتب كده 63 اهو كده ادي 64.39. طبعا ممكن I can put 0
on the left of any number. اي نمبر في الدنيا ممكن احط له 0 on the left، ما عندهاش اي فاليو، ما بتاثرش على النمبر، بيفضل زي ما هو. طيب dividing 1000، dividing 1000 يعني معناه ان انا همشي كام هام ستيب، هنمشي 3 ستيبس تو ذا ليفت. ها يبقى الديسمال بوينت بتاعتي دي اهي شايفينها، هتمشي 1 2 3، هتيجي هنا تسكن هنا، يبقى الريزلت هتبقى 0.06439. شايفين؟ يبقى ده هيبقى ايه النمبر النهائي 0.06439. نمسح بقى الكلام ده ونبتدي ناخد اكسرسايز تاني. (253)/3، لما نكتب whole number كده ونسكت، اسف 253/10، لما نكتب whole number كده زي 253 ونسكت، هل معنى كده ان هو ما عندوش decimal point اللي هو 253 ده؟ اي whole number اقدر احط له decimal point هنا كده بره خالص كده، تقف بره اهو، ده 253 لما احطها هنا ما فيش مشكله. طيب احنا اتفقنا dividing 10 دي يعني انا همشي to the left or to the right. To the left I will go to the left one step، يبقى همشي go to the left one step I will be here، so the result will be 25.3. okay let's take another one. طبعا احنا بنحاول ناخد many exercises عشان الموضوع يبقى واضح اكتر ويدخل في دماغنا اكتر، وكل الافكار بكل الاشكال ما نتفاجئش بحاجة يكون شكلها جديد. طيب نشوف كده السؤال اللي بعده. 8 هنكتبها هنا كده بخط كبير .76. اوكي طيب 8 دي كونسيدر ان هنا زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان هنا في زيروز كتير كده، الزيروز دي ولا تاثر في النمبر، زيرو اون ذا ليفت مش بتاثر على النمبر. اوكي طيب احنا اتفقنا dividing 1000 يبقى همشي كام خطوه ناحيه الشمال؟ طبعا dividing معناها ان انا همشي ناحيه الشمال، همشي 3 ستيبس، يبقى همشي بالديسيمال بوينت بتاعتي كده 1 2 3، يبقى الديسيمال بوينت بتاعتي هتسكن هنا. اوكي يبقى الريزلت هتبقى 0.00876. do you understand؟ اوكي let's take another one. هنا برضو جاي بيقول لي نمبر اسمه whole number 6751، هنيجي هنا نكتبه، يبقى ادي 6751. اوكي divided 100، divided يعني go to the left 2 steps. اوكي طبعا احنا اتفقنا لسه في الاكسرسايز اللي قبل اللي فات ان لو انا عندي whole number كده هنا مفيش decimal point زي ما احنا شايفين كده، فانا بحط من عندي هنا ديسيمال بوينت كده، بس بشرط تكون بره النمبر خالص. ادي النمبر بتاعنا وانا بحط ديسيمال بوينت بره. طيب اند وي ويل جو تو ستيبس، ليه؟ علشان انا عملت ديفايدد 100 يبقى جو تو ستيبس ايه ان دايركشن اوف ليفت، ناحيه الشمال، يبقى ادي الفيرست ستيب اي ويل بي هير اند السكند ستيب اي ويل بي هير، سو ذا ريزلت ويل بي 67.51. اوكي ليتس تيك انذر 43.5/10. طيب احنا هنا عندنا الديسيمال بوينت اهي، هتبتدي تمشي خطوه واحده، طبعا انا بقول divided 10 so we will go to the left one only one step so the decimal point will move here so the result will be 4.35. اوكي 0.07/10، زي ما اتعلمنا برضو لما بعمل divided 10، لما بيكون عندي divided 10 اللي بيحصل ان انا بحرك الايه الديسيمال بوينت 1 step to the left، ادي الديسيمال بوينت بتاعتي هبتدي اجيبها هنا، هتبقى هنا بس، هيبقى الريزلت بتاعتي 0.007. كمان واحدة. نيجي بقى للمثال المهم جدا اللي عايزين نركز عليه. احنا قبل كده في المالتبلاينج ال 10 وال 100 وال 1000 خدنا كيلو جرام وجرام والحاجات دي كلها،
طيب انا هنا عايز احول من يونت صغيره ليونت كبيره، اللي هو ايه؟ اللي هو الجرام. مش الجرام ده يونت صغيره؟ عايز احولها ليونت كبيره اللي هي الكيلو جرام. دايما لما بحب احول من سمول، من يونت سمول اليونت بيج، نعمل ايه؟ ديفيجن. يبقى نتعود كده، لما تكون حاجه سمول عايز احولها لحاجه بيج بعمل ايه؟ بعمل ديفيجن. اوكي، فعلا هنا جرام وكيلو جرام، يبقى نعمل ديفايد. طب يا ترى ديفايد كام؟ احنا اتفقنا قبل كده ان اي حاجه فيها كلمه كيلو جرام يبقى فيها 1000 على طول، يبقى هعمل ديفايدد ايه؟ 1000. اوكي، ده نمبر هول نمبر زي ما احنا شايفين كده، اللي هو ايه؟ 3237، يعني ما عندوش هول نمبر، يعني ما عندوش ديسيمال بوينت. فانا احطها كده تخيليه من عندي بره. طبعا احنا عملنا ديفايدد 1000، يبقى همشي كام خطوه ناحيه الشمال؟ 3 ستيبس، 1 2 and 3، يبقى الريزلت هتبقى سوري 3.237. اوكي اوكي now let's take another one number 10. 354 سنتيمتر to a how many meter؟ سنتيمتر to meter it is from small unit to big unit. زي ما احنا شايفين هنا السنتيمتر ده اصغر من ايه؟ من المليمتر. السنتيمتر ده زي عقلة صباعنا كده صغير، المتر ده حاجة كبيرة جدا، فاهم؟ زي يعني حاجة متر، يعني بنقول عليه بالمتر. طبعا هنا انا عايز احول من يونت صغيرة ليونت كبيرة، لازم ابقى عارف من سنتيمتر لمتر، لازم ابقى عارف ان دي ديفايدد 100، من صغير لكبير يبقى ديفايدد 100. ليه؟ علشان المتر بيبقى عنده 100 سنتيمتر، يبقى ديفايدد ايه؟ 100. يبقى اد 354 ده هول نمبر، يبقى انا بتخيل ان في ديسيمال بوينت هنا بره كده، شايفين؟ ها هنتحرك كام خطوه؟ 2 ستيبس تو ذا ليفت، 1 and 2، سو ذا ريزلت ويل بي 3.54. اوكي ليتس تيك انذر اكسرسايز. 325 متر كيلومتر، ها فروم متر تو كيلومتر، this is meter and this is kilometer. okay، طبعا من متر لكيلومتر ده من حاجه صغيره لحاجه كبيره، المتر بالنسبه للكيلومتر صغير. اي حاجه فيها كلمه كيلو دايما مقترنه بها كلمه 1000، وهنا من يونت صغيره ليونت كبيره، يبقى هنا هنعمل divided 1000، يبقى هنا الريزلت هتبقى ايه؟ او الاكسرسايز بتاعنا هيبقى الفكره بتاعته ان هو divided ايه؟ 1000، يبقى هنا هنعمل divided 1000. اوكي طيب، يبقى نكتب النمبر قدامنا كده 325. اتفقنا لما يكون في عندي هول نمبر كده انا بحط ديسيمال بوينت كده بره. هنحركها how many steps to the left؟ 3 steps، 1 2 and 3، so the result will be 0.325. اوكي طبعا احنا بنحاول ندي اكسرسايزز كتيره علشان نغطي الموضوع على قد ما نقدر. طيب 743 ملم تو سنتيمتر، طبعا في رسمه بعد شويه هبتدي اقولها لكم اهي، فيها ملخص اللي احنا بنقوله في اليونتس زي ما انتم شايفين كده اهو. سويت من كيلومتر، لما نيجي نشوف اهو، من كيلومتر لمتر تايمز 1000، من متر لديسيمتر تايمز 10، من ديسيمتر لسنتيمتر تايمز 10، من سنتيمتر لمليمتر تايمز 10. طب والعكس صحيح؟ بيبقى ديفيجن، يبقى من يونت كبيره ليونت صغيره انا بعمل ملتبلاي اهو. اول واحده تبقى ايه؟ تايمز 1000 تايمز 10 تايمز 10 تايمز 10. اوكي طيب، بعد كده في يونت عندنا، طبعا الكيلومتر والمتر والديسيمتر دي يونتس اوف لينسز، حاجات بنقيس بيها الطول. كيلومتر للحاجات البعيده شويه زي الديستانس بتوين السيتس، المتر يعني بنقيس بيها مثلا الدور الويندو، الديسيمتر والسنتيمتر دي بنقيس بيها مثلا البنسلز الحاجات الصغننه، مليمتر الحاجات الصغيره خالص.
بعد كده في يونتس للويت اللي هي وحدات الوزن اللي هي الطن اللي احنا بنقول عليها الطن بالعربي، واصغر دي فيها 1000 كيلو جرام، وكيلو جرام في 1000 جرام، الجرام ده يونت صغيره خالص، وكيلو جرام برضو يونت اكبر منها شويه، والطن اكبر يونت خالص. وفي حاجه عندنا اسمها الليتر والملي ليتر. الليتر اللي هو اللتر زي اللي بنقيس بيه الليكويدز، زي ما نشتري لتر حاجه ساقعه كده. ومن لتر لملي لتر في 1000، ومن ملي لتر لليتر بنعمل ديفايدنج 1000. اوكي، نرجع تاني للاكسرسايز اللي انا بس بفكركم بالحاجات دي وهي موجوده عندكم. دلوقتي بيقول لي 740 مليمتر وسنتيمتر، من مليمتر لسنتيمتر ده من يونت صغيره لكبيره، يبقى هنعمل ديفايد 10، يبقى من مليمتر لسنتيمتر ديفايدد وات؟ ديفايدد 10. اوكي، يبقى الريزلت هنا تبقى فيها ديفايدد ايه؟ 10. سوري. اوكي طيب، يبقى لما نعمل النمبر ده ديفايد 10 زي ما اتعلمنا قبل كده، بنكتب النمبر قدام عينينا كده 743 and put decimal point like that divided a 10. يبقى الايه الديسيمال بوينت هتتحرك خطوه واحده بس، هتبقى 7 4 point 3 كده. اوكي، ليتس تيك انذر اكسرسايز. كيلوغرام هاو ميني تونز فروم كيلوغرام لتونز، التونز ده اكبر. يبقى هنعمل ديفايدد 1000، يبقى هنا احنا عندنا هنعمل ديفايدد ايه 1000، يبقى ديفايد كام 1000. تعالوا نكتب النمبر ده قدام عينينا كده اللي هو ال 54، وزي ما اتعلمنا بنحط ديسيمال بوينت بره الهول نمبر طالما هو هول نمبر، وممكن ايه على شمال واحط زيروز كتيره مش هتاثر في النمبر. اي نمبر في الدنيا، اي هول نمبر كده اهو، افرض انا مثلا كتبت نمبر 7، نمبر 7 ده انا ممكن اكتب جنبه ديسيمال بوينت كده، ممكن اكتب جنبه 0 0 0 0 كده كتير، مش هيأثر علي، هيفضل برضه هو هول نمبر. نفس الكلام هنا ال 54 كتبت جنبها ديسيمال بوينت وحطيت زيروز ايه على شمالها كتير. ديفايدد 1000 يبقى امشي بالديسيمال بوينت كام ستيب؟ 1 2 and 3. شايفين هيبقى الريزلت 0.054. اوكي، let's take another exercise number 14. تقريبا ده اخر اكسرسايز معانا. بيقول لي هنا 734 كيوبيك سنتيمتر 2 لتر. لسه من شويه يعني كنا شفنا الليترز والسنتيمتر، السنتيمتر دي يونت صغيره شويه، كيوبيك سنتيمتر دي تشبه ايه يعني نقطه الميه كده، والليتر يونت كبيره زي ما بنشتري لتر حاجه ساقعه كده. طيب يعني انا هنا المهم ان انا هنا عايز احول من فين لفين، زي ما انتم شايفين كده، من يونت صغيره اللي هي كيوبيك سنتيمتر دي ليونت كبيره اللي هي الايه الليتر. هنا يبقى نعمل من صغير لكبير، يبقى نعمل ديفايدد ايه 1000، يبقى هنا الريزلت هتبقى ديفايدد ايه 1000. شايفين كده، يبقى هنا ديفايدنج 1000. اوكي طيب، يبقى ناخد النمبر الجميل ده اللي هو 734، ده هو النمبر زي ما احنا شايفين. على طول بتخيل ان هنا في ايه، ان هنا في ديسيمال بوينت، وابتدي احرك الديسيمال بوينت دي هو من ستيب 1 2 and 3. اوكي، سو ذا ريزلت ويل بي 0.734. اوكي طبعا بفكركم تاني بالايه بتحويلات الوحدات اهو، زي ما احنا شايفين كده from kilometer to meter، و بنعمل طبعا times 1000، اي حاجه فيها كلمه كيلو بنعمل times 1000، و from meter to centimeter اهو تاني نقول تاني قدامكم كده، يبقى from kilometer لمتر يبقى times 1000، و from meter to decimeter times 10، و from decimeter لسنتيمتر times 10، و from centimeter to millimeter times ايه 10. اللي فات طبعا الكيلومتر والمتر والديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر زي ما اتفقنا هي يونتس اوف لينسز. بعد كده عندنا الطن والكيلوجرام والجرام، دي ايه يونتس اوف ويت وحدات الوزن. بعد كده عندنا الليتر ومليليتر، دي يونتس اوف ايه اوف فوليوم. وبكده يبقى عندنا الهوم ورك، نبتدي نحاول نحل الهوم ورك بتاعنا.
مثلا كتاب المدرسة جميلة وحلوة وفيها أفكار جميلة جدا ومتنوعة. بكده نبقى انتهينا من lesson 8. Thank you very much and goodbye. كده طبعا زي ما احنا شايفين خلصنا lesson 8. طبعا درس بسيط بس محتاج مني تركيز، لازم اركز عشان اعرف احرك الديسمال بوينت ازاي، وبرضو لازم بعيد تاني افتكر التحولات بتاعت اليونتس بتاعت اللينس وبتاعت الويت وبتاعت الايه الماني، لازم اعرف التحولات دي كويس قوي، ولازم اعرف انا احول من كبير لصغير ولا من صغير لكبير، لان انا لو احول من كبير لصغير هعمل ملتبلاي، لو من صغير لكبير هعمل ديفيجن. وطبعا اللي محملش الشيتس يا ريت يحمله في الرابط اللي موجود اسفل الفيديو، من على هتخش موقع سكولا قناه سكولا وبتبتدي تحمل منه الشتات اللي انت عايزها. بكده في اليونت دي يبقى فاضل لنا درسين، ده طبعا الدرس التام، يبقى فاضل لنا درسين واليونت تخلص. فطبعا قربنا نخلص اليونت، اي درس فاتك ممكن تجيبه من على قائمه التشغيل، من على اليوتيوب، من على قناه سكولا، من على اليوتيوب جريد 5 طبعا مستر اهم مكان. ثانك يو اند جود باي.